ان لاول مره على الاطلاق من سنوات كثيره يتم ادراج مصر في اكبر بحث علمي عن اورام الجهاز الهضمي، سيشترك فيه الكثير من المؤسسات العلميه في مصر ووزاره الصحه في مثلاً في معهد ناصر وجامعه عين شمس والمعهد القومي للاورام. واعتقد ان هذا الكلام سيدفع بالبحث العلمي في مصر لمرحلة أفضل مما كانت عليه. إحنا في المؤتمر الدولي الخامس لأورام الكبد والجهاز الهضمي بنجمع كل الأطباء والتخصصات اللي بتشارك في علاج المرضى دول، الكبد والجهاز الهضمي، أورام الكبد والجهاز الهضمي والمسالك البولية، علشان نعمل ما يسمى بخطط عمل، خطط عمل للعلاج ما فيهاش أي تضارب بين التخصصات، وكذلك بروتوكولات للكشف المبكر عن الأورام دي وبالتالي العلاج المبكر وزيادة نسب الشفاء. الناس ما تاخدش الانطباع ان السرطان يبقى مات اطلاقا نهائي. لو دخلت في التيمة اللي ورايا مثلا أورام الجهاز الهضمي مثلا القولون ما بيموتش زي ما الناس فاكرة، التوعية الطيبة، معرفة أعراضه، أعمل منظار إزاي. في الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية عندها الوسائل، بس الناس تروح. يعني اللي يجيله دم مع البراز مثلا أو إسهال مدمم ياخد باله، وإيه المانع أنه يعمل منظار ببلاش، وإيه المانع أنه لو عنده تاريخ مرضي يعمل منظار ويطمئن، عشان ما تجيلناش الحالات. خاصة مش عايزين نظلم المريض أو الجمهور المصري. الحالات الأورام الجهاز الهضمي حالات فيها ازدواجية في العرض، يعني ممكن يبقى مغص وممكن يبقى دم وممكن يمشي بواسير مثلا. لما بيبتدي المرض في الكبد او الورم لا نستطيع ان نفرق بينه وبين التليف، لانه بيعمل نفس اعراض التليف. حتى بعض الاشعاعات او الموجات فوق الصوتيه ما تقدرش تفرق بين وجود المرض اورام الكبد والتليف الا اذا الورم عدى 2 سنتي. طيب انا عايزاه اعرفه قبل كده، قبل ال 2 سنتي. ففي بعض الابحاث البيولوجيه بتحلل خلايا الكبد قبل أن يصيبها الورم وتعرف صفاتها الأحماض الأمينية وصفاتها البروتينية، وتقدر تجزم في وجود ورم لم يتعدى المليمتر.